أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله خالق كل شيء. ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وصوركم
وصوركم فأحسن صوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك فتبارك الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله هو الحي هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين
خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم لتبلغوا أشدكم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له صدق الله العظيم. سئل سيدنا نوح عليه السلام وهو في سفرات الموت يا نوح يا أطهر الأنبياء عمرا كيف وجدت هذه الدنيا؟ قال وجدتها كذباب دخلت من احدهما وخرجت من الاخر. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. وهكذا فتلمنا الاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من كتاب الله تعالى تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ سعد عبد الغني السعودي القارئ والمقيم بطرف دلا التابعة لمركز مدينة نور وكفة الإذاعة ونظام الكهرباء والمعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى توجد دائما تحت إشراف شركة المتوكل على الله لصاحبها الحادثة الهارة وسعيكم مشكور جميعا. التلاوة القادمة يتلو علينا أطار جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي.